مع الوالدين والعائلة سير شو حنا العام كامل وحنا خويا كنزهاو ضاحكين الاخر ديال العام هذا بنادم يرتاح شوية سن 2019 تدخل علينا مزيان ان شاء الله. والحلوة ما عرفتش اخويا تقدر تكون شي حاجة بور لانستو ما كاين لا بروغرام لا والو باقي ما كاين والو هاد الساعة هادي. واخا 2018 شنو هي الشخصية اللي بانت لك بارزة وبانت لك؟ خويا 2018 شفنا الكوارث والله إلا شفنا الكوارث خرجوا لنا شي قماق ما عمرنا شفناهم هانيبة ها هادي ها الراقي ها صافي كنتمناو 2019 ما يبانوش لنا بحال هاد الكوارث هادو يتحيدوا يبانوا شي شخصيات زوينين ان شاء الله ماشي شي وحدين اللي مزيانين ماشي هاكي خربقوا فهمتي لقاش ولا تخربيق. خويا سامع عنده زوف الدار مع الوالدين وجالسين نحتفلوا مع بعضياتنا واحد شويه وصافي يعني ماشي داكشي ديال بابا نويل والسهرات بالليل لا انت سواق داكشي ما كاينش في الدار داكشي عادي احتفال عادي وصافي بسيط نحتفلوا بدخول سنه جديده باش تكون زوينه وتكونوا فيها مجموعين عاود ثاني. احسن شخصيه في 2018 من ناحيه اي شخصيه قابلتها انايا ما كاينش شي شخصيه احسن من الوالدين ديالي هذه الشخصيه اللي مزيانه كاع. خويا راه حنا ماشي يعني اوروبيين حنا مسلمين مغاربه مسلمين ما غندوزوش شي بلاصه غندوزو في دارنا حيت حنا ما راس العام ماشي ديالنا راس العام هذا ديال الاوروبيين ماشي ديالنا حنايا بالنسبه لي انا يعني ما نقدرش ندوز راس العام هذا راه فيه راه غنغضب فيه الله سبحانه راس العام ديالنا هو الميلادي هو الهجري اما هذا ميلادي ما نقدرش ندوزو حيت ندي فيه اسم كبير يعني نتحسب معاهم هذا هو بالنسبه لي انا كنشوف وبالنسبه لراس العام راك عارف راس العام كتكثر فيها المشاكل وكتكثر فيه يعني قوه المشادات وقوه يعني الناس السكرانين ومخرقبين وكاين اللي كيتسنى ذاك النهار فارغ الصبر باش يوصل عنده باش يقدر يخرج فيه العام كامل ما كيخرجش كاين شي وجوه ما كنشوفوهاش شر راس العام عاد كتبغى تشرب وباغا تقرقب وباغا تدي لعباد الله وباغا ولكن الحمد لله يعني بحكم ان عندنا الامن الحمد لله وتبارك الله يعني السلطه ديال الحموشي كتقوم بالواجب ديالها وكيكون داكشي متشدد يعني في هذيك الليله نقدروا نشدوا شحال من مجرم يعني كيكون عليه البحث. شكون الشخصيه المتميزه في 2018 هاد السنه هذه؟ بارزه بانت لي بارزه الشخصيه البارزه بالنسبه لي انا هي الشخصيه ديال حسبان حسبان اللي دار البوس حسبان هو ديال هذا العام اللي دار البوس خلق واحد البوس كبير ولا كلشي كيدوي عليه صغير وكبير يعني في ظرف يعني في مده قصيره قدر انه يدخل الرجاء ويدير فيها روينه ويدير بالباله وما دار حتى حاجه هو دخل خد الفلوس وخرج دخل من باب وخرج من باب هذا هو بالنسبه لي انا الشخصيه البارزه عندي ندوزو في كازانيت مع الوليدات سيتو صافي ممكن شي سفر خاص لا 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 دوزو في المغرب بارك علينا علاش؟ ايوا انا بالنظره لي بالنسبه لي انا كمغربي انا عربي مسلم ما عنديش مع هضره العام كاع نكذب عليك لا نتسوقش نكذب عليك واخا شنو هي الشخصيه بارزه في 2018؟ بالنسبه للسياسه بالنسبه للكره بالنسبه للرياضه بالنسبه واش غادي نقول لك انا بحكم انا كان شويه كان سميتو الرياضه كان رئيس ديال الجامعه فوزي القجع انا عندي انا احسن واحد انا هو كيبان لي وهو زعما ملي تولى الرياضه ولات ولينا نحسوا باننا عندنا حنا فريق وعندنا سميتو عندنا رياضه في المغرب. دوز الاحتفال ديالي حتى جامع الشلوح في المحل ديالي ولكن الانسان داك الشيء على حساب لي مويان كاين اللي كيمشي كيخرج كيدوزو برا كاين اللي كيدوزو هنا كاين اللي كيدوزو في لي بواط كاين اللي كيدوزو في الاصدقاء كاين اللي كيدوزو في الطبيعه ايوا وكل داك الشيء على حساب لارجو تمتي بوش بون اني بون سونتي تو الموند داخل الوطن وخارج ارض الوطن. احسن شخصيه بالنسبه لك 2018؟ ها؟ احسن شخصيه بالنسبه لك 2018؟ هي الهنا هي الشخصيه المخيره هي الهنا والسعاده. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.